اجتمعنا اليوم كطلبة للتعبير عن رفضنا وعدم قبولنا وعدم ومواصلتنا لحراكنا الطلابي في ولاية ورقلة. اللهم إني صائم بما أننا في شهر رمضان. بدوي بن صالح ديقاج، هذا مطلب متفقين عليه بصفة الشعب الجزائري كل متفق عليه، كما اتفق الشعب الجزائري على أنه لا يريد تنظيم انتخابات بنفس الأشخاص اللي هما بدوي بن صالح أو بنفس الآليات. نحن نرفض أن تكون الانتخابات بنفس الآليات. سيادة الشعب، الاختلاف في الرأي إثراء للقضية. إن الاختلاف في الرأي أو في المنظور السياسي للأمور لا يفسد للود قضية. خاوة خاوة فايقين بيكم. ويو الناس اللي بغات تدير مشاكل بين الشعب في المسيرات الماضية حتى يوصل أنه الشعب يتداوس في بعضها، الشعب راه قال لكم رانا خاوة خاوة خضراء أحمر فايقين بيكم. وهذا بلاك عدها معاني والفهم يفهم. إذا انتفض الطالب لا شك في شرعية المطالب، بما أنه طبقة واعية وطبقة تدرك الوضع السياسي الواضح إلا للأعمى. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وإسقاط النظام. آمين. الشعب خارج باش يسقط نظام فاسد. احنا رانا ماناش قابلين النظام الفاسد اللي راها تمشي به بلادنا، رانا خارجين ماناش قابلين هذا النظام وضد هذا النظام. سيادة الشعب يقرر، سيادة الشعب هو الذي يقرر، الجيش هو حامي الحماء يرافق ويطبق ما قرره الشعب، نقطة انتهى. شخصيات نطالب بشخصيات توافقية وطنية للإشراف وتنظيم ومراقبة الانتخابات بعد تغيير الآليات التي تسير فيها هذه الانتخابات. يعني رانا احنا في هذه الدقيقة أمام المجلس القضائي نطالبوا بشخصيات توافقية وطنية وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم ومراقبة تكون عندها كل الصلاحيات إذا لتسير هذه الانتخابات. إذا ما تبدلتش الآلية لا نقوم بالانتخاب ولا داعي للقيام بانتخابات مزورة.